اهلا يا بابا، مساء الخير. بقول لك بتعمل ايه؟ بتشمس. نعم، هكون بعمل ايه؟ بذاكر طبعا. الساعة 2:30 بعد نص الليل. هنعمل ايه بقى؟ من طلب العلا سهر الليالي. طب ما ذاكر يا اخويا بالنهار، ارحمني شوية من عداد النور اللي بيفط ده. انا باجي من كلية تعبان، كلية الطب دي كلية مرهقة متعبة، باجي انام ساعتين بلاقي الدنيا ليلت. وكان لازمته ايه تدخل الكلية المهببة دي؟ ما دخلتش ليه كلية قريبة من بتوع الأربع سنين واقلب؟ يا بابا الأبهات بيتمنوا إن ولادهم يخشوا كلية الطب، إن شاء الله تنفع لهم عين، وأنت زعلان. تخش كان نفسك تخش كلية الطب وما عرفتش، عشان كده بتغير مني. اخرس! أنا كان لازم أشغلك بالثانوية العامة ولا جامعة ولا هيحزنون. أنت أحسن من مين يا أخويا؟ مش أحسن من حد، اتفضل بقى بالسلامة وروح نام. مش نايم، مش نايم. حاجة عجيبة جدا، هو إحنا مولودين فوق راس بعض؟ اخرس يالا. ماشي، حاضر، بس أنا عايز أذاكر دلوقتي ولا أقول لك؟ حتى العلم خليها ريحه الاوضه زي النيل. انا ماشي. رايح فين داهيه؟ راح اذاكر عند واحد صاحبي. رايح تصرح في الشارع؟ طب اعمل ايه؟ ما تعملش حاجه، غرفه 60 داهيه. اتخمدوا جاتكوا البلاوي. خميس مين؟ خميس مين؟ اهلا ابو كمال. مساء الخير. مساء الفل. زق الباب برجلك واطلع. الباب مفتوح، السلم هو اللي ضلمه. هنورك والناس تسلم. اطلع بس. اهلا كمان. ازيك؟ ايه ده؟ انت عندك ضيوف ولا ايه؟ لا لا لا، ده مش غربة عارف. اتفضل. اهلا وسهلا. توصل دنداني، مدير عام التسليك، سباك قد الدنيا. شد. لا ما انا ما بغزليش في الحاجات دي. بالك؟ ده انت هتبقى في ملك غير الملك. بتاع ملك غير الملك ده عزوز. زميلي في كلية الحقوق من السنبلوين. اهلا وسهلا. ولد طالب مجتهد جدا، بقاله 3 سنين في سنة تانية. كويس. وده هاني بيه، مفيش على الحجر غيره، ابوه من كبار رجال الموظفين. اهلا وسهلا. اهلا وسهلا يا وسهلا. ما عرفتكمش على كمال. كمال طالب نجيب في كلية الطب، بس ده بقى حبيبي وزميلي واحنا عيال صغيرة، كنا اخوات. في الرضاعة؟ لا في اللفة. اصل امي وامه عشان يوفروا اشتروا 3 لفة في شركة. امال مين اللي ايه؟ ده لكتع ملك الجوزه. مين لكتع ملك الجوزه؟ ما نعرفوش، جينا لقيناه هنا. اهلا وسهلا. اهلا بابا. نعم. اهلا بابا. بقول لك يا خميس. ايوه كمان. انا كنت عايز اقعد اذاكر. ما احنا بنذاكر اهو. لا انا عايز اذاكر بجد وجد يعني. المذاكره اياها. طيب انا هوضب لك قاعده على السطوح جنب، اقعد انت معاه. خلي بالك منه يا لكتع. مساء الدندشة. لا لا مؤاخذة، ما قلت لك هندسة انا ما بعرفش فيه يعني. بكيفك. خد يا عزوز، شد وبرق لي. يا حلو انت يا حلو. مساء الخير. مساء الفل. تعالى كمان. تعالى، جهزت لك القعدة اهي. اعمل لك شاي ولا اي حاجة؟ متشكر خميس. طب عن اذنك انا بقى داخل اذاكر جوه. يكتع. يلا يا اولاد، يلا اتفضل يا سيدي، كل السندوتش بتاعك. اتفضل انزل. يلا حاضر. يلا حاضر يا بابا. وانت يا احلام، بنت يا احلام، انت بتعملي ايه هنا؟ بسرح شعري يا بابا. سرحي شعرك؟ ده ايه ده؟ انت عايقي. يلا يا اختي، يلا يلا، جرس هيضرب. انت دلوقتي بتتفرج على ايه؟ وانت فرجه يا بابا. اخرس يا كلب، امشي اغسل وشك. كلب امشي امشي. عايزه 30 قرش. 30 قرش في عينك ليه؟ عشان نزوق الفصل، عشان قبل المفتشه جايه النهارده، والقبله قالت ما يصحش تشوف الفصل مش متزوق. وانا مالي ما يزوقوها على حسابه، ما يزوقوها على حساب انا ليه؟ انا مالي. يبقى يا بابا امشي مشاش في ركبك. صباح الخير يا سي عبدو. ايه ده؟ لسه هنا؟ لسه هنا. ده ايه الساعه بقت كام دلوقتي؟ الساعه داخله على 8:30. ايه 8:30؟ راحت من المحاضره الاولى. مش كنت تصحيني؟ اصحيك ايه؟ انا فضيلك ولا فضيل اخواتك الدعاليه؟ يبقى صحي روحك. يلا يا بنت يا احلام يلا. بابا ما كنت عايز اقول لك. ما تقولش، ما تقلبش مخي، انا مش فاضيلك، عايز الحق شغلي. سي كمال صباح الخير. صباح الخير يا نهار. لما يجي بتاع اللبن ابقى اجيب لكم لبن. ايه ده كتر خير. هو انت كنت فين بالليل؟ نعم. اصل شايفك وانت خارج وارجع وش الفجر. في حاجه معينه يعني؟ لا ابدا، بس بطمن عليك. لا انا اصل كنت بذاكر عند واحد صاحبي، انا اذنك بس اتاخرت على الكليه. مع السلامه سي كمال. كمال كمال.
اهلا الخميس، ايه اللي جابك كليتنا؟ خير؟ خير؟ هو اللي يعرفك يعرف الخير؟ ما نمتش لحظة واحدة من امبارح. حصل ايه؟ سايب عندي شنطة افتحها الاقي فيها راجل بيبرع لي. جزء من الجثة اللي احنا بنذاكر عليها. ما تخافش، الراجل مات وشبع موت. ما هو عشان مات وشبع موت لازم اترعب. افرض حد شم الريحه ولا ظبط الجثه، اقول انا ايه؟ اخد انا اعدام؟ وانت بتهمك حاجه يا راجل؟ ما انت قلبها بوظه، ده عمال تعملها دي خميس. يا دين النبي. صباح الخير يا كمال. اهلا نوره، صباح الخير. ليه ما دخلتش النهارده؟ ما انا كنت لسه داخل. خميس صاحبي طالب في حقوق. بقول لحضرتك ايه؟ ايه؟ الالماز اللي في ايديك ده حر ولا فالصو؟ حر. وبعدين معاك خميس. يعني انت لفه حوالين صوابعك شقه اسكان فوق المتوسط؟ بقول ايه؟ ما يلا نلحق المحاضره. مش هتاخرنا. مستنيك تذاكر معاه بالليل. لا ما تستنينيش، مش جاي. من حقك يا عم. ريال التوهية، احنا في كتاب بطلوا دوشة مش عارفين نذاكر. ايه يا ابن انت عايز تكتمنا في بيتنا ولا ايه؟ لا يا سعد، وانا اصلي قصدي عليهم هم، حتى يمكن كمان عاملين لك دوشة. بقول لك ايه يا بابا؟ نعم. انا بكره عندي امتحان عملي وحكشف على العيانين في المستشفى. طيب يا سيدي عال. ايوه بس ما انا كنت بقول لك عشان خاطر عايز رسوم. رسوم ايه تاني؟ احنا مش دفعنا المصاريف؟ ايوه بس اصل العيانين ما بيردوش يقولوا لنا على حالتهم الا لما ياخدوا فلوس. يعني ايه مطلوب مني ايه؟ اصرف عليك وعلى اخواتك وعلى العيانين في المستشفى؟ جاك قهوه لما يويك. كتب ومصاريف وجثث وجزم وشرابات ومكواجي وحلاق وملابس وهدوم. ايه يا ابني ايه؟ انا بحر. انا موظف صغير قد كده اهو، موظف غلبان. اجري يا ابني انجري من قدامي. وانا كل ما اطلب منك حاجه سمعني الموشح ده. موشح يا قليل ادب؟ قصدي الطقطوقه دي كده. طب امشي من قدامي. اياك تطلب مني طلب بعد كده. انت اصلك مش دريان، ما انتش حاسس بالهم اللي انا فيه. طب اعمل ايه انا بس؟ اعمل ايه؟ اهلا كمان. ازاي؟ ازاي انت؟ ازاي صحتك؟ انت عندك حد؟ القعده منصوبه، تعال. لا معلش، مش عيب يا خميس تبقى طالب محترم في كليه الحقوق وتقعد مع عالم زي دول؟ العالم اللي زي دول، دول نجوم المجتمع الجديد. تعال تعال. طب بقول لك ايه؟ ايه؟ انا عايز 5 جنيه سلف. 5 جنيه؟ ايوه. وانت تعرف برضو ان انا ينكسر معايا 5 جنيه؟ طب وبعدين؟ اصل انا كنت عايزهم ضروري. بقى يا راجل تبقى زميلتك بنت زي اللي شفتها معاك والدور تستلف؟ ده انت تقدر تقلشها وتعيش مالك. قلشها؟ قلشها ده ايه؟ ولا نشال ولا طالب في الجامعه يا ابني. هتقلشها باسم الحب. البت ما نزلتش عينها من عليك طول ما احنا واقفين. اسمع، غني عليها وخد القرشينات. احتفظ بافكارك الهباب دي لروحك. اسمع خميس، انا راجل بينتظرني مستقبل باسم.